نعم شيخ خالد، يعني في الحقيقة مريدين الشيخ سيد البدوي هم كثر، والاحتفال بمولد الشيخ السيد البدوي أعتقد يعني احتفال اشتاق له الكثيرين من شتى يعني بقاع المحروسة. عاوزين نعرف مظاهر الاحتفال هذا العام بعد توقف استمر لمدة 3 سنوات، وأيضا مدة الاحتفال. مريدين الوافدين من كل محافظات جمهورية مصر العربية، والسنة دي بالذات أكتر، لأن المولد متوقف من جائحة كورونا من 2020، وحتى هذا التاريخ والحمد لله رفع الله عنا البلاء والوباء. الحمد لله، ألف حمد. بيقام هذا المولد سنويا، مولد كبير اختلف عن أي مولد، لأنه له مريدين في كل محافظات مصر. يتوافق هذا المولد الشريف مع انتصارات أكتوبر المجيد كل عام، ومع العيد القومي لمحافظة الغربية. وشاء القدر في هذا العام أن يتوافق مع شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. بيقام هذا المولد الكبير لمدة أسبوع، بدأ من يوم السادس من أكتوبر، بدأ من أمس وينتهي الليلة الكبيرة إن شاء الله يوم الخميس القادم 12/10/23 إن شاء الله بإذن الله. وفي مولد تاني الصغير اللي هو الرجبية، وبيكون ده في شهر إبريل من كل عام. ولكن المولد الكبير اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي عملنا له إيه الفرق ما بينهم؟ نعم، إيه الفارق ما بينهم؟ الفارق ان ده مولد السنوي اللي احنا بنعمله ده، هو سيدنا البدوي ولد في شهر ذي الحجة، ولكن رأت محافظة الغربية بالتبرك بهذا الولي ان يكون الاحتفال الكبير في عيدها القومي. ويشاء القدر ان عيد القومي لمحافظه الغربيه يتوافق دائما مع انتصارات اكتوبر طيب شيخ خالد، حابين برضو نعرف من حضرتك، هل في نظام معين لنصب الخيام او وضع خيام المريدين والوافدين في محيط ساحه المسجد الاحمدي خلال فتره الاحتفالات، او ايه ابرز الاجراءات اللي تم اتخاذها؟ هو تم التنسيق مع معالي محافظ الغربية بشأن الخدمات، تخفيف العمالة في منطقة المسجد والشوارع المحيطة به، وكذلك الساحات الخارجية للمسجد. لا يوجد خيام مطلقا داخل ساحة المسجد الخارجية، ولكن الخيام لها مكان، المكان بتاعها في مكان اسمه سيجر الساري. المكان ده حوالي 7000 متر أو أكثر، بيقام فيه الخيام والموافدين بيعيشوا فيه فترة الأسبوع ده أو الثلاث أيام، كل واحد جاي بالمدة اللي هو جاي بيها بيقعد في المكان ده. أما حوالين المسجد، لأن العدد بيجي كتير، وساعات بيجي يعني كان في قبل كده بيجي حوالي 2 مليون زائر لسيدي البدوي في المولد، فالعدد كبير جدا. أما بالنسبة للتنسيق، طبعا احنا نسقنا مع معالي المحافظ على ان كل بصراحه ما ادخروش جهد في التنظيم والترتيب والقيام بعمل النظافه المستمره على مدار اليوم، ورفع القمامات وفضلات الطعام الموجوده، والناس موجوده من يوم الخميس من قبل المولد بيوم. حوالين المسجد بيجوا يعني يتبركوا ويقعدوا طول اليوم، وبعد كده لما بيجوا يباتوا او يناموا بيخشوا بقى الشقق المأجرينها او الخيم اللي هم نصبينها في الساري. والساري هنا لا يبعد عن المكان امتار، يعني 500-600 متر كده. طيب شيخ خالد، عاوزين نعرف من حضرتك يعني سريعا كده، هل في ترتيب فيما يخص فتح المقام ووضع الخيام في ساحه المسجد الاحمدي؟ ما فيش وضع خيام في ساحه المسجد الاحمدي، الخيام بره في مكان الساري في منطقه سيجر. لكن الساحه هم بيقعدوا فيها، بيجوا يقعدوا فيها، يقعدوا يتبركوا حول المسجد كده. ولكن في تنسيق شديد كان مع مديريه الامن، وانا بصراحه بتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدير امن الغربيه اللي هو خالد، لاني بذل جهد رائع وملموس ومبذول من قبل المولد استعدادا للمولد. رجال الامن في الداخل والخارج، وكذلك في جميع طرقات مكه وفي مداخلها ومخارجها،
وهذا يدل على يقظة رجال الأمن. يعني نقدر نقول الاحتفال هذا العام هو احتفال منظم، احتفال يعني مدروس منظم بالشكل منظم الكامل ومرتب. نعم بالشكل الكامل علشان خاطر يبقى فيه نوع من انواع الاتاحه لكل المريدين بان هم يعني يتباركوا وان هم يزوروا يعني سيدنا السيد البدوي. بنشكر حضرتك الشيخ خالد خضر وكيل وزاره الاوقاف بالغربيه.